عليكم، مرحبا بكم في القناة، مرحبا بكم في وصفة جديدة. قبل أن نبدأ وصفة اليوم عليكم فقط الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على زر أبوني، أيضا تفعيل الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات على القناة. السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومرحبا بكم فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم وصفة لتفتيح البشرة وبشرة الوجه والرقبة. أيضا بالنسبة للمكونات اللي كنحتاجو في هذه الوصفة، فاحنا كنحتاجو القليل من عصير الحامض أو ملعقة من عصير الحامض، غادي نحتاجو أيضا ملعقة كبيرة من النشا، وغادي نحتاجو الفازلين. بالنسبة لطريقة تحضير هذه الوصفة، فاحنا كناخذوا عصير الحامض وغادي نضيف له ملعقه من النشا، وغادي نضيف له ايضا ملعقه من الفازلين. غادي نخلط هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم حتى غنحصلوا على واحد الخليط. كنمزجوا الخليط ديالنا حتى كنحصلوا على عجين كما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل. كنوضعوا هذا الخليط على البشره ديالنا لمده، البشره الوجه والرقبه بطبيعه الحال، المده ديال 20 دقيقه. من بعد فاحنا كنغسلوا الوجه ديالنا بالماء الدافئ في الاول، ومن بعد بالماء البارد. كنكرروا هذه الوصفه جوج المرات في الاسبوع. هذه الوصفه لا ينصح استعمالها من طرف الناس اللي عندهم بشره حساسه، لا ينصح استعمالها. هذه الوصفة غتساعدكم على تنقية البشرة وإزالة البقع السوداء الموجودة في البشرة. ما عليكم فقط غير تجربوها وتتبعوها. إذا أعجبكم الفيديو وللمزيد من الفيديوهات لا تنسوا دعمنا بلايك وشير ليستفيد من الجميع. للمزيد من الوصفات قوموا بتحميل تطبيق عالمك سيدتي بدون انترنت، أو زوروا موقعنا على الانترنت، ستجدون الروابط في صندوق الوصف. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم بإذن الله.